TWNFM 91.2. بالكاو الليسي عالم ودار وش يخبي من أسرار دنيا كيما الدنيا فيها الفقرة وفيها الغنية فيها التلميذ النجيب لأحسن نتيجة يجيب والتلميذ البخل شوية ما عنده هالروح الحية وعديده ديما عادية اللي القراية عنده كيف ويسلك فيها بالسيف واللي في الكلاس مرسكي وكان عدى تلقاه يفسكي في الليسي تلقى اللي فايق واللي في روحه مطايق اللي عاقل واللي خفيف واللي عنيف واللي ظريف واللي منه يا لطيف اللي الخبيثة متعلم ومن صغره تلقاه يفلم تلقى السروال اللي طايح وريحة الدخان الفايح البنية تحل الطابلية هذا كان لبستها هي اللي سي مش كان القراية ينجم يكون الغير غاية يتحول قهوة وقعدات وانتحلى فيه اللمات تصبيرة وللمخ تعميرة قبل ما تضرب السيرين للكلاس والتصديرة حبو كلمات رونديفوات وصغار تهدي بعضها وردات ناس جمعتها الهوايات تقليد وبرشا حكايات اهو كلوب فنان الفلاني يتشاركوا فيه الاغاني عليه بالزايد الاحساس اللي قلد له في شعر واللي تبع له في الباس وتشوف جماعات غريبه تسمع موزيكا مريبه اللي حب الروك واللي يهوى في الميتال واللي عايش في غير حال عمايل اقربها لهبال ولينا في زمان العجب وصغار الشيطان تحب في الليسي مراهقين فما المزالوا ضايعين والإحاطة مش لاقين اللي في الدليل غاطسين واللي الحنين والوعي ناقصين في الليسي زادة مراهقين عاقلين واعين وطريق الصحيح برغم الصغرة عارفين يشوفوا العوج وليه ما متبعين عقلهم فايق وضميرهم مناسين واللي يفرق بين الاثنين التربية الزين والوالدين ثم الوالدين Let's go!